فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم رسالة المسجد تمتد من محرابه حتى كل بيت في الرين لا بل حتى كل بيت في كل الداخل الفلسطيني بدون استثناء إنها رسالة السلام التي نطمع من خلالها أن نوفر الأمن والأمان لكل طفل في كل بيت من بيوتنا سواء كان بيتا من الأهل المسلمين أو من الأهل المسيحيين أو من الأهل الدروز نحن مجتمع واحد نسعى إلى أن نحمل هذه الرسالة حتى تعود علينا بنعمة تملأنا تسامحاً وصلحاً تملأنا أدباً في معاملتنا في مسيرة حياتنا بلا توقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى فعلمنا طريق الرشاد والخير والذي كان لنا فيه أسوة حسنة لما أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل بقعة يزورها يبني لله مسجدا وكان أعظم بداية له في المدينة المنورة أن بنى المسجد وكما ذكر العلماء أن المؤسسة الربانية التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بني البشر لأن تكون هي المساجد فإن المساجد مؤسسة تربوية اجتماعية تنظيمية سياسية فهي تحمل الفكر الشامل لكل الجميع حتى أنها تغرس في كل نفس العقيدة الصحيحة بداية نعبر عن فرحتنا بهذا الإنجاز الطيب وهذا الحدث الهام في شهر عظيم في بلد طيب أهله ألا هو افتتاح هذا المسجد الكبير مسجد الشيخ قاسم رحم الله الشيخ قاسم ومجمع الفاتح الذي نأمل ونحسب أنه فاتحة خير ورشد وبر وهداية وأخوة ومحبة في هذا البلد وفي غيره لما احنا بدنا نعمل عمل كسلطة محلية نعمل عمل كبير لصالح الجميع اياتها مشاريع اياتها عمل اياتها شغلة صغيرة او كبيرة هي مشاريع عظيمة للمجتمع عامة بس لما بنصل لبيت من بيوت الله انه يبنى في الريني صار عندنا 4 مساجد يبنى في بيت تكزم كل الأعمال اللي إحنا بنعملها نرفع اسم الله ويذكر اسم الله في بيت عصري حديث هو بس جامع صريح علمي جامعة بالمستقبل إن شاء الله تفيد المجتمع عامة وليس فئة خاصة بمنتصف 2016 بدأنا بالتخطيط للعمل ولم يكن معنا شاكل واحد شاكل واحد مكان معنا بتاريخ 20/5/2017 كان عندنا وضع حجر الأساس ولما شفنا الدعم من أهل بلدنا خلال التبرعات التي كانت في ذاك اليوم عرفنا أنه أهل البلد مش خذلوناش وتقدمنا للعمل بكل قوة التكاليف للمسجد كانت كبيرة جدا وصلت نحو 8 مليون شاكل ما يجمعنا هو أكثر بكثير وبكثير مما يفرقنا نحن نجتمع في الإنسانية ونحن نجتمع بالإيمان بالله الواحد الأحد
ونحن نجتمع في اللغة العروبة خيمة إيماننا، ونحن نجتمع أيضا في الوطن لأننا كلنا أبناء وطن واحد، لأن المسلم أخ للمسيحي وأن المسيحي أخ للمسلم. لا أجمل من هذا اليوم ولا من هذا التاريخ، تاريخا مباركا لبداية مباركة مع الله جل جلاله، وستحفر في ذاكرتك وفي ذاكرة أبنائك أنك أنت في هذا اليوم، يوم افتتاح مسجد الشيخ قاسم يوم جمعة 15 شعبان 1443-2022 بدأت مشوار الطاعة لله عز وجل. في هذا اليوم المبارك أعظم الأيام عند الله نعيش يوما من أيام الله، يوم عيد وفرحة يعيشها أهل البلدة بافتتاح مسجد وصرح عظيم على اسم شيخ جليل مبارك، مسجد يصدر برسالة التوحيد وبث القيم ومعالم الفضيلة. أسأل الله العظيم أن يجعله منارة خير وإيمان وإصلاح قائم على الصلاح والتقوى، اللهم آمين. من ساهم وحظي بنصيب في هذا البناء وهذا الصرح المبارك، أسأل الله عز وجل أن يديم الريني، فهي أهل عطاء وجود، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء والشهيد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أعظم دروب الخير بناء بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لكن لا يمكن لي أن أنسى موقف هذه البلدة الطيبة التي بادرت إلى هذا العمل الطيب المثمر الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صرحا عامرا بالإيمان، لأن المساجد هي منارات العلم ورسالة المسجد هي رسالة الإسلام، ورسالة الإسلام هي رسالة التوحيد، فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة التوحيد بأن لا رب ولا خالق ولا إله ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فتبنى هذه المساجد وهذه الصروح حتى تحقق هذه الرسالة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حي الله السواعد، حي الله الهمم التي بلغت القمم بهذا الصرح الأشم الشامخ العالي السامق.